انا نينو ودي قناتي، لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان كل جديد من فيديوهاتي. بفكركم ان القناه بتاعتنا منوعه شامله كل حاجه واي حاجه، وكمان فيها قوائم تشغيل لو حابه تخش على الريفيوهات، لو عايزه كتالوجات ماي واي، لو حابه ان انت تتفرجي على الريفيوهات اللي انا بعملها هتلاقي ريفيوهات تفيدك في البيت، هتلاقي حاجات سوبر كده سريعه اللي هي الوصفات والحيل اللي ممكن نعملها عشان تبقي سوبر في بيتك. هقولك كمان عندي حلويات اقتصاديه على قد الايد، عندي كمان وصفات اقتصاديه للاكل، وصفات جديده عندي كمان، مشروبات عندك، هتلاقي كل حاجه واي حاجه بتخص البيت المصري هتلاقيها في الفيديو بتاعتي اللي هي موجودة في قوائم التشغيل. خشي واختاري اللي انت عايزاه عشان ما تلفيش وتدوري كتير. يلا بينا على الفيديو بتاع النهارده، وهو ريفيو بسيط جدا عن كريم الاساس اللي هو من ماي واي. ده شكل علبة كريم الاساس بتاعت ماي واي اهو، اسمه كريم اساس للوجه، ده نوعه بيرلي من ماي واي اهو. ده شكل العلبة بتاعته، شياكة جدا، من ماركة بيرلي اهو. زي ما انتوا شايفين ده شكله بقى المكتوب عليه ان هو صالح لمده 3 سنين من تاريخ الانتاج، انما بمجرد ان انت فتحتيه ما يقعدش عندك اكتر من شهرين ثلاثه، عشان الحاجات دي بيبقى فيها مواد بتفسد، فعشان كده ما تستخدميش اي كريم اساس لمده طويله. طالما فتحتيه يبقى تستخدميه على طول، مش هتستخدميه يبقى سيبيه مقفول زي ما هو يقعد معاكي 3 سنين. تمام. هنا ده وزنه 35 جرام اهو، باين اهو عندك مكتوب 35 جرام اهو، يعني وزنه مناسب حلو، تمنه على قد الايد. ده في منه درجتين، في اللايت بيج اللي انا جايباها النهارده، وفي كمان منه الدرجه الغامقه، دي الدرجه الفاتحه منه اهو، ده الكود بتاعها عشان لو حابه تجيبيها، دي الدرجه الفاتحه منه اللي هو 7119. تمام. ده بقى ايه قصته وايه يعني حلو ووحش، هقول لك كل حاجه بقى تخصه. تعالي بس اوريكي شكله في الكتالوج الاول. زي ما انتوا شايفين ده شكل كريم الاساس في الكتالوج اهو، هنا في منه اللي هو الدرجه الثانيه اللي هي 7118، وفي الدرجه اللي هي اللي انا جايبينها النهارده اللايت بيج دي، دي الدرجه الغامقه ودي الدرجه الفاتحه. نازل في الشهر ده اللي احنا فيه اللي هو شهر 3 2022، نازل عليه خصم 50% ب 16 جنيه ونص، يعني رخيص جدا جدا جدا، حلو قوي يا بنات بجد. عايزه اوريكي شكله بقى من جوه، دينا عرفنا شكله في الكتالوج وعرفنا ان هو درجتين، ده الدرجه الغامقه ودي الدرجه الفاتحه اللي انا هجربها معاكم النهارده اللي هي الدرجه الفاتحه منه. زي ما انتوا شايفين كده اهو، ده شكل العلبه بقى، تعالوا نفتحها من جوه. بصوا اهو ده شكل العلبه من جوه، بصوا عامل ازاي اهو، بيبقى هنا في سوليفانه، انا هنا شلتها عشان اعرف ان انا استخدمه. ببدا ان انا اخد كده كميه واوزعها على ايدي، هنعتبر ان ايدينا دي البشره بتاعتنا. طبعا لما تستخدمي اي كريم اساس لازم بشرتك قبليها تكوني عامله ليها تنظيف وتعملي لها ماسكات عشان الكريم يثبت معاكي وينعم معاكي، عشان في ناس بتشتكي ان وشها بيبقى محبحب، وفي ناس بتشتكي ان وشها بيبقى زي في خطوط كده او مغير. ده بسبب ان انت لو حتى استخدمتي اي كريم اساس غالي او اي نوع غالي هيعمل معاكي نفس الموضوع. لازم تعملي قبل استخدام اي كريم اساس او اي مكياج على وشك، لازم تغسلي وشك كويس بالميه والصابون او باي غسول كويس عندك، علشان تضمني ان العيوب بتاعه وشك ما تبانش في المكياج. وبعدين لما بتحطي المكياج بتحسي ان وشك محبحب كده او مغير، بيبقى السبب في كده ايه؟ السبب ان انت مش غاسله وشك كويس، وان انت سايباه عليه اتربه، فبالتالي بمجرد انك تحطي اي حاجه فبيبدا ان هو يحبحب معاكي ويلم الاتربه ويجمعها، فتلاقي وشك عامل زي فيه حبوب كده، لانه لازم يتعمل له يتغسل كويس وبعد كده يتحط عليه مرطب، او لو عندك ماسكات يا ريت انت تكوني عامله ماسك كمان ان انت تشيلي كل الاتربه اللي على وشك. فابسط حاجه بتعمليها قبل اي مكياج بتستخدميه ان انت تغسلي كويس وشك بالميه والصابون، وبعد كده تحطي اي مرطب عندك بتفضلي ان انت تستخدميه. دي ابسط حاجه ممكن تعمليها قبل استخدام المكياج عشان وشك يبقى ناقي وصافي وما فيهوش اي اتربه ولا اي حاجه ان هي تبين ان هو فيه عيوب. فدي الخطوه دي مهمه جدا، في ناس كتير بيبداوا يتمكيجوا على طول كده فتلاقي وشهم بدا ان هو يظهر فيه العيوب، بيبقى شكله مش ظريف خالص. تعالوا نرجع بقى للموضوع بتاعنا وهو كريم الاساس بيرلي، تعالوا ندهنه كده ونشوف. بصوا ده شكله اهو، لونه من جوه، تعالوا بقى ندهن كده اهو. بصوا بصوا كده انا دهنته اهو، بصوا باين قدامكم ازاي. طبعا على الايد غير بقى كمان الوش، انا حاولت ان ادهنه وافرده، طبعا بفرده كده بايديا، بصوا بيتفرد بسهوله جدا، دي حاجه مش بيغير
بيفتح بيفتح معاكي، حلو قوي، ريحته برضو مقبولة ان هي ما تخنقش قوي. بصوا الايد دي من الايد دي، بصوا دي عاملة ازاي ودي عاملة ازاي، بيفتح معاكي. بس مشكلة كريم الاساس ده ايه، هي ان هو البشرة بتمتصه بسرعة جدا. يعني الناس اللي بشرتها دهنية ما تحطش منه. ليه يا نينو ما تحطش منه؟ علشان البشرة الدهنية فيها دهون وهتمتصه بسرعة، فهتلاقيه عرق معاكي وهتلاقيه جير معاكي، وهتلاقيه مع الوقت بقى شكله مش ظريف خالص على وشك. وبرضو عايزه اقولك ان هو عيبه ان هو مثلا احنا حطيناه دلوقتي، تعالي كمان كده 10 دقايق ربع ساعة، بصوا هو بدأ يتشرب. بصوا هنا تحس ان بصوا بدأ ان هو يتشرب اللون، فهتلاقي ان هو بدأ يقل تدريجي، اللون بتاعه بدأ يقل تدريجي. بقى ده ان هو بدل ما كان محطوط واضح كده ان انا حاطه، لا بدأ البشره تتشربه تتشربه، فشويه كده بعد ساعه او ساعتين مفيش، انا مش حاطه مكياج خلاص، انا مش حاطه حتى حاجه خفيفه جدا لا تذكر. انا ما حبيتهوش بصراحه، مش من الحاجات اللي انا حبيتها وفكرت اني اجيبها تاني. لا لا مش حلو، وهو مش حلو حلو، هو حلو ان هو تمنه على قد ايد، ان هو بيتفرد بسرعة، ان هو ما بيجيرش على البشرة، ان هو خفيف على البشرة مش تقيل، يعني مش اللي هو من الحاجات التقيلة الاوفر. بس دي المميزات بتاعته. العيب بقى اللي انا محبتهوش فيه، ان انا لو رايحة مشوار اكتر من ساعة او ساعتين كده، شويه كده هلاقي ان هو اتشرب خالص في بشرتي، فبمجرد ان هو اتشرب في بشرتي هيخش بقى ايه، يعمل دهون ويعمل مشاكل جوه، اللي هو الكريمات المفروض ما تتشربش في البشره قوي. انما لما الاقي الكميه كلها اللي انا حطها بشرتي اتشربتها، وبعد شويه لقيت وشي بقى زي اكنه مرقع كده، حته فيها وحته ما فيهاش، لانه بقى ايه بيبدا ان هو يتشرب، بقى البشره تتشربه تتشربه، فبعد ساعتين تلاتة كده خلاص مش حاطه مكياج، ووشي بقى شكله مش ظريف كده. وفي نفس الوقت بقى لو قاعده في مناسبه ولا حاجه، لا مش عملي في المناسبات. هو مشوار كده خفيف، لو عايزه احطه كده ايه، يعني احطه كده مشوار ورايحه وراجعه على طول، بحيث ان انا ايه احط درجه تفتيح خفيفه. حلو استخدمه كمرطب، حلو كمرطب، ممكن كواقي من اشعه الشمس، كان هي طبقه على الوش ان هي تديني عازل ما بين الشمس. انما كاستخدام في مناسبات ان انا اعتمده ان هو ده الاساسي بتاعي، اللي انا هجيبه كريم الاساسي اللي انا هحط منه وانا خارجه رايحه مناسبات، الكلام ده لا ما ينفعش، مش عملي خالص. وكمان انا ما حبيتهوش عشان بيتشرب بسرعه قوي، ان هو ما بيبانش بعد ساعتين ثلاثه كده، بلاقي ان يعني بصوا اقل من ساعتين، بصوا انا لسه في الفيديو بعمله معاكم، وبصوا بقى بدأ يقل ازاي، يقل يقل اللي هو شويه كده، هتلاقي بقى ان خلاص بقى ان هو بقى حاجه خفيفه لا تذكر، فبالتالي ده عيبه. انما هو كتمن لا رخيص، كشكلا اللي هو الماتيريال بتاعه والشكل بتاعه لا حلو، ان انت تحطيه على سراحه شياكه كده في البيت، ممكن تحطي منه، عايزه تجيبي حاجه خفيفه حاجه كده في البيت، مثلا لسه متجوزه جديد عروسه، عايزه تحطي كده بقى ايه، تغيري وتحطي شكل حلو لوشك وكده، هما يعني برضو يبقى حلو. ينفع منه كمرطب، ومنه برضو يديكي درجه تفتيح كده وترطيب، ويديكي برضو درجه حلوه لوشك. حلو في البيت، حلو في الخروجات كده الخفيفة. انما بقى رايحة بقى مناسبة، او رايحة مكان هتطولي فيه 3 4 ساعات او اكتر، وعايزة تحطي منه وتعتمدي عليه، لا. رايحة بقى فرح وعايزة تحطي منه، لا ما يتحطش. فده يعني في البيت تستخدميه في المناسبة، في الحاجات كده في القريبة على قد ايدك، تجيبي منه مش مشكلة. انما كهو كريم اساس يومي هحط منه على طول يوميا، واحطه لوشي وي وي وي، لا لا ما ينفعش. هو زي ما قلت لك كده، في عيوبه وفي مميزاته، هو حلو كده في البيت، انما في الحاجات التانية لا. فبس كده، ده كان الريفيو بتاع النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم، والناس برضو اللي جربته تدينا رايها. دي تجربتي انا مع الشخصيه، انا جربته وده اللي حصل معايا، يمكن غيري جربه وعجبه، فانا برضو يعني حابه الناس اللي جربته تقول لنا رأيها.